الخانات. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، فتحت البوابات لشوطنا الثاني لمسافة 1200 متر. كما سلفنا الشوط مكتمل بمشاركة 14 خيل. إذا كما نرى الصدار ريتشارد، نرى الصدارة مع ريتشارد في هذه اللحظات. أصيل الشجاعة يتواجد، وشعار شرطة عمان السلطانية رقم 3 ديربي ديفوس من الجهة الداخلية، ومن الجهة الخارجية تواجد لسيف بن حمد يتواجد. إذا في ثاني المراكز أصيل الشجاعة لا يزال متصدر، شهاب يتواجد، شهاب في رابع المراكز، وتواجد لريتشارد، ريتشارد في خامس المراكز. ونعود للصدارة أحد المرشحين أصيل الشجاعة وشهاب يتواجد، ورقم 3 الشعار شرطة عمان السلطانية ديربي ديفوس، ولكن الصدارة لأصيل الشجاعة. ثنائية جميلة، ثنائية رائعة، أصيل الشجاعة وشهاب، ها هي الخيول المرشحة تتنافس مشاهدينا الكرام. ولكن شهاب وبشعار أحمد المرزوقي يسيطر، والمشاركة الأولى إذا شهاب وبقيادة أسعد السيابي. إذا شهاب يسجل الانتصار الأول والمشاركة الأولى. إذا